السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. حياك الله استاذ وليد. وحياك الله، تفضل. طبعا احنا بالبدايه نهنيك على الاستديو الجميل وهذا النيو لوك الرائع، الحمد طالع لله بمنظر جميل ورائع، هاي الحمد اولا. لله. والنقطه الثانيه، كنت في البث المباشر مالتك على التيك توك قبل ساعتين، حوالي 3 ساعات، نعم وحقيقه كشيعي انا، كشيعي من اسمع التعليقات اللي يصعدون على البث مالتك واللي يسبون السب الفاحش فيك وفي عرضك وفي امواتك وفي والدك وفي والدتك، حقيقه انا استحقر نفسي وامقت نفسي من اسمع هؤلاء. لان الله كان المستعان. كلامك من تجاوبهم انت وتقول لهم هل يوجد مذهب ودين يطرح على الاخرين لهدايتهم بالسب والشتم؟ نعم فحتى والله بكيت من اسمع السب والشتم اللي تحصله انت وانت تاخذه في كل رحابه صدر في ابتسامه وبشاشه. هذا اول. النقطه الثالثه يا عزيزي، بما انك الكلام هو اللي كان نفس بث التيك توك، السؤال: لماذا كل الروايات عن جعفر الصادق وعن محمد الباقر؟ طبعا الزامك اللي سمعته بعدين خلال متابعه بثك، اذا كان جعفر الصادق يمتلك هذه البرهة أو البوحة أو ما أعرف كيف تسميها أنت، المساحة، نعم بعدم الضغط عليه من السلطات ومن الخلفاء في ذاك الوقت، العباسيين أو غيرهم، لماذا لم يظهر القرآن الحقيقي؟ نعم وهذا سؤال جدا رائع. نفس السؤال أنا أسئله، إحنا سألناه على أنفسنا وطرحناه كشيعة على أنفسنا. إحنا مو نقول أن في تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي، وهذا التفسير كما يقول السيد الخوئي والحر العاملي، أن كل ما فيه من روايات صحيحة، نقول كل ما فيه من روايات صحيحة، وهذا التفسير يعترف علنا جهارا قطعا يقينا بأن هناك تحريف في القرآن الكريم. طيب لماذا لم يعرفه الإمام جعفر الصادق إذا كان يمتلك هذا البرهة؟ نعم هنا نقع في إشكال، إما أن هذه الروايات هي موضوعة ونحن نقطع بأن كل الروايات في تحريف في في في, في تحريف القرآن الكريم هي روايات موضوعة وبريء منها جعفر الصادق رضي الله ومحمد بن عنه. عبد الله وعلي بن أبي طالب والباقر، براءة الذئب من دم يوسف، نعم بريء من هذا التحريف. ولكن هؤلاء لماذا حرفوا القرآن الكريم؟ لأنهم يا أستاذ وليد لم يجدوا آية صريحة على الإمامة، نعم ولم يجد رواية صحيحة على الاثني عشرية بالتسلسل، نعم بل أن القرآن الكريم المجيد يثبت أن هناك فترة من الرسل، وهذه الآية الصريحة الفترة من الرسل تكسر ظهر الإمام الاثني عشر نعم وتكشف الخرافة. واضح عزيزي؟ هاي ثانيا. النقطة الثالثة، من تراجع إلى أصول الكتب الحديثية الأربعة اللي هي كتاب الكافل الكليني المتوفى سنة 329 هجرية، بعده الفقيه للشيخ الصدوق 381، بعده الشيخ الكتاب التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي المتوفى في القرن الخامس سنة 460 هجرية. هاي الأربع كتب الحديثية طبعا هي عبارة عن، مو كتب حديثية، عبارة عن كتب فتاوى وليس حديثية، ولكن لأن ضاق الخناق عليهم أسموها بالكتب الحديثية مقارنة وحسدا بكتاب البخاري مثلا، يعني أنه كتاب حديث صريح، وإنما هي فتاوي هاي الكتب الأربعة. هم مؤلفيها في مقدماتها، في مقدمات كل كتاب يذكرون أن هذه الكتب هي عبارة عن فتاوى وليس كتب حديثية. على كل حال، هذه الكتب مثلا كتاب الكافل الكليني 16,000 رواية، لماذا يسندون الأحاديث مباشرة إلى الباقر والصادق، إلى الإمام جعفر الصادق أبو عبد الله أبي عبد الله العفو عليه السلام؟ لماذا لا يسندون إلى موسى الكاظم وإلى محمد الجواد وإلى علي الهادي وإلى الحسن العسكري وإلى الإمام المهدي؟ لماذا لا يسندون؟ هم ماذا يقولون؟ يقولون حديث، مثلا الحديث عن الإمام الحسن العسكري، يقول من يرويه يقول حديثنا حديث جدنا وحديثنا إلى أن يصل إلى رسول الله وحديث آباؤنا. هذه الرواية عندما ترجع فيها إلى كتب الشيعة، تراثنا الشيعي، هي فقط صوت
صوت قطع سيادة المعمم. لو تلاحظوا يا اخوانا، لو تلاحظوا ان المعمم السابق يعني اعتمد على روايات ضعيفة في القول بتحريف القرآن، أليس من باب أولى رفع القرآن عن الروايات الضعيفة؟ يعني أديكم مثال، أنا الآن لو أتيت بعدة روايات من كتب السنة ومن كتب الشيعة فيها طعن في علي بن أبي طالب، الرافضي أو الشيعي أو الشيرازي أول حاجة هيعملها هيقول لك لا، لا أقبل هذه الروايات وإن كانت صحيحة. أديكم مثال تاني، الآن نحن نتكلم كسنة ونقول يا جماعة الخير هناك روايات عندكم وصحيحة تقول بعدم عصمة الأنبياء، الرافضي ينتفض ويقول لك أي رواية تخالف عصمة الأئمة ناخدها ونرميها في سلة المهملات. حلو، مفيش مشكلة. طيب لو جبنا احنا اهل السنة والجماعة روايات تقول بعدم عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وعصمة علي بن ابي طالب، الشيعي برضو اهم في كتب بتاعتنا يعني ملهوش ما تخصه، يعني كتبنا ما تخصه، هو ايضا يعتقد ان هذه الروايات اللي موجودة عند اهل السنة والجماعة التي تقول بعدم عصمة النبي وعدم عصمة الائمة عند الشيعة هو يعتقد انها غير صحيحة لانها لا تلزمه، مش كتبه. جميل، يبقى في كتبه هياخد الروايات التي تطعن في عصمة الاثنى عشر ويرميها في سلة المهملات، وهياخد الكتب بتاعتنا او هياخد الروايات ديت وبرضه لن يصححها ولن يعتقد بصحتها حتى لو كانت صحيحة عند المخالف. طب شلون ما فعل نفس القاعدة مع القرآن الكريم؟ يعني ليه ما فعلش نفس القاعدة مع القرآن الكريم؟ يعني ليه ما أخدش الروايات التي تقول بتحريف القرآن في الكتب الشيعية ورماها في سلة المهملات؟ ليه ما أخدش الروايات التي تقول حسب فهم الشيعي الروايات التي تقول بتحريف القرآن في كتب السنة ورماها في سلة المهملات؟ ليه؟ لأنه هو عايز أساسا يقول بتحريف القرآن. ليه؟ لأنه يعتقد إذا قال بتحريف القرآن فهو بذلك يطعن في الصحابة. شفت شلون؟ معلش نعيد الحتة دي تاني عشان نثبتها عند الشيعي قبل السني. الآن إحنا لو جبنا روايات من كتب الشيعة هذه الروايات تقول بعدم عصمة الأئمة، هيطلع الشيعي على طول ويقول لك لا، الروايات دي ما تلزمنا حتى لو كانت صحيحة، لا نعتقد بها، نحن نعتقد بعصمة الأئمة وأي رواية تخالف عصمة الأئمة نرميها ونضرب بها عرض الحائط. جميل، طب يا شيعي عند السنة في روايات تقول بعدم عصمة الأئمة، هيقول لك طب أنا مالي بالسنة، أنا مالي بالسنة، رواياتهم ويشربوها ماليش دعوة، كتب السنة مش حجة عليا. حلو، على نفس القاعدة لماذا لا يتعامل مع القرآن الكريم بنفس القاعدة؟ إذا أتت روايات تطعن في القرآن الكريم قال لا والله لا أخذ بها لأنها تطعن في القرآن الكريم، إذا أتت روايات تطعن في القرآن الكريم عندها للسنة والجماعة يقول لك لا دي مش كتبي ماليش دعوة بيها، القرآن الكريم سليم ولا يأتي الباطن بين يدي ولا من خلفي. فهنا إشلون الشيعي عند عصمة الأئمة رمى كل الروايات عنده وعندنا، لكن في مسألة تحريف القرآن اعتقد بالروايات اللي موجودة عنده وعندنا، تتحل ازاي دي يا شيعي؟ فيا اخوان يا جماعة الخير، يا شيعي انت لسه صغير في السن، انت اطعموك وانت صغير كره الصحابة، فكرهك للصحابة شوف وداك فين، حاول تركز في كلامي، ما تحاول تركز في شخصية وليد، حاول تركز في كلام وليد، هل هو كلام منطقي فعلا؟ يعني لماذا احنا اذا اقترب احد من عصمة الائمة قلنا لا ما تقرب من عصمة الائمة، لكن اذا اقترب احد من القرآن الكريم انتم تقولون مباشرة ان القرآن محرف، بل وتدعون الناس الى ان القرآن محرف. يعني سبحان الله، في العصمة تنكر اي شيء يدحض العصمة، في القرآن الكريم لا، القرآن الكريم محرف. وعليك السلام، تفضل. حياك الله استاذ وليد. وحياك الله، تفضل. أنا من ساعة عفوا انقطع الخط لأن الشبكة ضعيفة، يعني مسترسلت بالكلام. تفضل. إي فكان كلامي بصورة عامة عن هاي القضية،
قضية الكتب الأربعة لماذا ترسل مباشرة إلى الإمام الصادق عليه السلام؟ نعم. السبب الرئيسي يا شيخ وليد أن هاي الكتب الأربعة إن وجدت بعد الأئمة المعصومين كما يسموهم الشيعة. نعم. يعني بالقرن الرابع والقرن الخامس. شعانا هاي الكتب الأربعة من أي رحم خرجت؟ يقولون خرجت من رحم الأصول الأربعمية، هاي الكتب الأربعة الموجودة الحديثية. نعم. طيب هاي الأصول الأربعمية وينها؟ ما موجودة، كما يقولون في المنطق من السالبة بانتفاء الموضوع، ما موجودة. طيب كيف وجدت هذه الكتب الأربعة إذا ما لها أصول؟ إذن ما موجودة. زين شلون ليش ما نقلت عن الصادق مباشرة عن جعفر الصادق، مو عن العسكري ولا عن الهادي ولا عن الجواد ولا عن الرضا؟ يقولون إن حديث أبي حديث جدي وحديث جدي وهكذا إلى الرسول. قدر هاي الرواية ما الحديث أبي حديث جدي فقط هي في كتاب الكافي رواية واحدة وهي ضعيفة بسهل بن زياد؟ ضعيفة بالفعل. نعم. لذلك من يعانون حاليا هاي الكتب؟ يعانون من انقطاع الواسطة، فلا توجد فقط عند الإمام الصادق يقولون روايات، ولكن كيف أنت كتب موجودة حاليا، كتب الحالية موجودة أربعة ما إلها أصول، يقولون الأصول الأربعمية وهي غير موجودة، فتبقى هذه في موضع الشك. وحتى النسخ المخطوطة، يعني مثلا كتاب الكافي اللي هو 329 بالقرن الرابع بداية القرن الثالث، أقرب نسخة مخطوطة 16,000 رواية هي في القرن السابع 675، وجدوا فقط إيش قد 185 صفحة. بعدين وين وجد كتاب الكافي؟ في القرن العاشر في الدولة الصفوية. طيب نعم. هذا من يعلم أن هذا الكتاب هو الكتاب المن للشيخ الكافي للكليني لو سلمنا، وأصل كتاب الكافي هو مقطوع السند من أصول الأربعمية. لذلك قضية تحريف القرآن هم يعتقدون بذلك بتحريف القرآن. نعم. فكل الروايات الموجودة، رواية واحدة حاليا على ولادة المهدي ما موجودة. نعم. رواية واحدة حاليا من نبحث احنا على ولادة المهدي غير موجودة. طيب رواية صحيحة على أسامي الاثني عشر غير موجودة. نفس الإمام جعفر الصادق أعطى الخلافة من بعده، الإمامة من بعده لمن؟ إلى ولده إسماعيل. نعم. بعدين استلم الخلافة ابنه عبد الله الأفطح. فكل هاي المذاهب وكل هاي القضايا، ويأتون الآن يتكلمون ويرفعون أبطهم ويسبون ويلعنون المقابل. صدقني يا أستاذ وليد إسماعيل، نحن الآن لولا المضايقة الأمنية والمطاردات لنشرنا كل الفقه أهل البيت وفقه رسول الله والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونشرنا الحقائق الموجودة من خلافة أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر. حضرت صرخي صح؟ حضرت صرخي. نعم أنا صرخي. نعم. نعم. لولا الملاحقة الأمنية، قسم نعم. بالله العلي العظيم، لولا الضيق المشدد علينا وأنت تعلم ذلك، نعم، لكنا كالنار في الهشيم، ولكن لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. اللي علينا نسويه إن شاء الله، وإحنا مستمرين بالبحث إن شاء الله. إن شاء الله. ونبارك لك مرة ثانية. الله يبارك لك هذا الاستوديو، ودائما خلي يوجهون الكاميرات على الجوانب لينصير المنظر حلو جميل إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير. الله يكرمك. جزاك الله خير.